شهد سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون دبي للثقافة أمس اختتام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الخليج السينمائي في حفل كبير وزعت خلاله جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان ومسابقة الطلبة، وحضره عدد كبير من السينمائيين والضيوف من الدول الخليجية. وقد استهل حفل توزيع الجوائز بكلمة للجنة تحكيم المهرجان أشادت فيها بدعم هيئة الثقافة والفنون بدبي للحركة السينمائية في دول الخليج واحتضانها لهذا المهرجان الذي بات أحد ينابيع ومصادر تحريك الفعل السينمائي في دول المنطقة. كما أشادت لجنة التحكيم بالمستوى العام للمهرجان على صعيد التنظيم والإعداد والحضور الملفت لجيل الشباب في هذه الدورة. وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم بتكريم الفائزين بجوائز الدورة الثانية للمهرجان فئتي الأفلام الوثائقية والقصيرة، كما تم تكريم عدد من الفنانين الخليجيين تقديرا لمساهمتهم البارزة في تطوير صناعة السينما في المنطقة. هذا وكان المهرجان قد شهد على مدى أسبوع كامل عرض 169 فيلما تنافس 75 فيلما منها على الجوائز الرسمية للمهرجان الذي نظمته هيئة دبي للثقافة والفنون بالتعاون مع مدينة دبي للاستوديوهات.